كان هناك ساق اسمه محمد يبيع الماء للناس، وهو يتجول بجرته الطينية في الأسواق، وقد حبه كل الناس لحسن خلقه ولنظافته. ذات يوم سمع الملك بهذا الساقي، فقال لوزيره: اذهب احضر لمحمد الساقي. ذهب الوزير يبحث عنه في الأسواق إلى أن وجده وأتى به إلى الملك. قال مليك لمحمد: من اليوم فصاعدا لا عمل لك خارج هذا القصر، ستعمل هنا في قصري، تسقي ضيوفي وتجلس بجانبي، تحكي لي طرائفك التي اشتهرت بها. قال محمد: السمع والطاعة. هذا محمد لزوجته يبشرها بخبر سعيد وبالغنى القادم. وفي الغد لبس أحسن ما عنده وغسل جرته وقصد قصر الملك، ثم دخل الديوان الذي كان مليئا بالضيوف وبدأ توزيع الماء عليهم. وكان حينما ينتهي يجلس جانب الملك يحكي له حكاية والطرائف المضحكة، وفي نهاية اليوم يقبض ثمن تعابه ويغادر إلى بيته. بقي الحال على ما هو عليه مدة من الزمن، إلى أن جاء يوم شعر به الوزير بغيرة من محمد بسبب المكانة التي احتلها بقلب الملك. وفي الغد كان الساق عائدا إلى بيته، تبعه الوزير وقال له: يا محمد، إن الملك يشتكيه من رائحة فمك الكريهة. تفاجأ الساقي وسأله: ماذا أفعل حتى لا أؤذيه بريحة فمي؟ فقال الوزير: عليك أن تضع لثاما حول فمك عندما تأتي إلى القصر. قال محمد: حسنا سأفعل. عندما أشرق الصباح وضع الساقي لثاما حول فمه وحمل جرته واتجه إلى القصر كعادته، فاستغرب منه مالك ذلك، لكنه لم يعلق عليه. واستمر محمد يلبس لثام يوما على يوم، إلى أن جاء يوم وسأل مليك وزيره عن سبب وضع محمد اللثام. فقال الوزير: أخافك يا سيدي، خبرتك قطعت رأسي. قال الملك: فقل ما عندك فلك مني الأمان. قال الوزير: لقد اشتكى محمد الساقي من رائحة فمك يا سيدي. أرعد ملك وأزبد، وذهب عند زوجته وخبرها بالخبر. قالت: من سوت له نفسه قول هذا؟ غدا يقطع رأسه ويكون عبرة لكل من سوت له نفسه الانتقاص منك. قال لها: ونعم ما رأيي. وفي الغد استدعى الملك الجلاد وقال له: من رأيته خرج من باب قصري حاملا باقة من الورد فاقطع رأسه. وحاضر الساقي كعادته في الصباح وقام بتوزيع الماء، وحين حانت لحظة ذهابه أعطاه الملك باقة من الورد هدية له. وعندما هم بالخروج التقى الساقي بالوزير، فقال له الوزير: من أعطاك هذه الورود؟ قال محمد: الملك. فقال له: أعطيني إياها، أنا أحق بها منك. فأعطاه الساقي الباقة وانصرف. وعندما خرج الوزير أراه الجلاد حاملا لباقة الورد فقطع رأسه. وفي الغد حضر الساقي كعادته دائما ملثما حاملا جارته، وبدأ توزيع الماء على الحاضرين. استغرب ملك رؤيته لظنه قد مات، فنادى عليه وسأله: ما حكايتك مع هذا اللثام؟ قال محمد: لقد أخبرني وزيرك يا سيدي أنك تشتكي من رائحة فمي الكريهة، وأمرني بوضع لثام على فمي كي لا تتأذى. فسأله مرة أخرى وباقة الورد التي أعطيتك إياها. قال محمد: أخذها الوزير فقد قال هو أحق بها مني. ابتسم الملك وقال: حقا هو أحق بها منك، وحسن النية مع الضاغنة لا يلتقيان. عندما تكون نقيا من الداخل يمنحك الله نورا من حيث لا تعلم، ويحبك الناس من حيث لا تعلم، وتأتيك مطالبك من حيث لا تعلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد.